هاي مشاهدينا، مكملين معكم بباقي الفقرات. ومثل كل جمعة بهذا الوقت صرنا نحكي عن ميد ان لبنان، نتعرف على ضيف جديد وعلى شيء جديد. اليوم فكرة كتير حلوة رح أعرفكم عليها، بوبيات دولز معمولين بطريقة كتير حلوة، مخيطين كاستمايز، يعني البيرسونالايز كمان اذا بتكون، كل شخص بيقدر يعمل بوبي على شكله. رح نتعرف على غنوة صالحة واللي رح تخبرنا اكثر كيف طلعت بهالفكره، كيف بلشت فيها، فيها كثير صعوبه ودقه، بس فكره كثير حلوه ومميزه واكيد في كثير اشخاص رح يحبوها اليوم. رح نتعرف اول شيء على غنوة ونرجع نشوف الدولز الحلوين يلي عم تعملهم. هاي غنوة. هاي باميلا، كيفك؟ الحمد لله. يعني مثل ما قلت بوبيات كتير حلوين، هلا يمكن شوي البنات رح ينبسطوا بالفكره اليوم اكثر من الصبيان، بس فكره كثير في كمان للصبيان، في للصبيان بس اليوم ما جبنا صبيان معنا. لا. بس اكيد في بالصور بعتقد رح تقطع ببين. اوكي، عارفي خبريني غنوة كيف تبلشتي بهالفكره، كيف بلشتي تعملي هالبوبيات البيرسونلايزد الحلوين يلي صغار وكبار اليوم بياخذوها. نحن وقت نقول بوبي دغري بفكر اولاد صغار، بس هول البوبيات كمان للبنات والصبايا الكبار، لانه فكره حلوه فيها تنهدى، فيها تنترك سوفينير. خبريني اكثر كيف تبلشتي فيهم. ثانك يو. بلشت الفكره بعمر صغير، بعمر 12 سنة شفت مكب صوف ملبسينه عاملينه دول، حبيت كتير الفكرة وحاولت نفذها، رحت على البيت حاولت نفذها طبعا بمساعدة ماما لأنه وقتها كنت صغيرة. فعملت تقريبا شي 8 أو 9 ألعاب وشاركت فيهم بمعرض الضيعة وخلصت القصة عند هيدا الحد، لأنه بتعرفي بلشت المدرسة ودايما البرايورتي للدرس. أكيد. ورجعت للفكرة مرة تانية لما كنت بتركيا سياحة، شفت صبية عم تعمل دولز بطريقة إذا بدك كتير سيمبل، منا ما فيها هالقد هول ديتيلز، فكمان رجع لي هيدا الشغف ورجعت على لبنان وقررت أنه أنا لازم أعمل دولز لإلي ماي ستايل. رجعت تذكرتي طفولتك يعني بتركيا، لانه عم تقولي لي بلشت اول مره عملتيها بعمر 12 سنه. صح. 12 سنه بعدك صغيره، فواحد بتشوفي انه كيف بيكون عنده هوايه وبنميها، اوقات تنسي شو بتحبي، اوقات تنسي شو هوايتك، شغله صغيره بتذكرك بترجعي بتنمي الفكره اللي عندك اياها وبتطوريها. اكيد. قد ايه لك عم تعمليهم للدولز؟ بلشت باول 2021. هلا ما لك انا شفت، كنت بتركيا بال 2019، باخر 2019، بس تعرفي الثوره وكورونا. فاخر تأجلت الموضوع. فعليا بلشت، يعني رح يصير لي سنتين. مين كانت اول دول عملتيها؟ لمين عملتيها؟ لحدا ولا هيك كانت تسليه لقلك لتبرجي ترجع تنمي شوي السكيلز؟ اول دول طلبها مني ماي كازن، هو عايش بامريكا، هو رسام وبحب كثير الرسامين، وطلب مني اعمل فريدا، وعملت بيكاسو وعملت دالي واخذهم وشاركنا فيهم بمعارض هونيك بواشنطن دي سي، وكانت تجربه كثير حلوه. أكيد. مشجعه صراحه لما تشوفي الفيدباك تبع الناس، كثير بتنبسطي، بتعطيكي كارج، بتعطيكي شجاعه. أكيد. وبتحسي انه عبالك تعملي بعد اكثر. على طول الواحد اذا ببلش بشيء صغير وبيطلع حلو وبياخذ فيدباك حلو بيتحمس. صح. انه يرجع ينمي السكيلز اللي عنده. صح. هلا رح نتعرف عليهم للدولز اكثر لنفهم، لنعرف المشاهدين ونفسر اكثر عن شو عم نحكي. هلا قطعوا شوي، رح نبلش نحكي لنحكي ديتيلز، لانه غير ما نحمل الدول ما رح نقدر نحكي بالديتيلز. أوكي. اول شيء رح نفرجي الدول شو هي. هيدي مين؟ انت عرفت انك مسميتيهم؟ انا مسميتهم حسب الهير كلر، حسب لون الشعر. أوكي. هيدي صوفيا. اوكي، هيدي صوفيا شعراتها كيرلي وبني. هول بيجوا ستاندرد عندك، يعني هيدي البوبي اللي انت عملتيها ماي ديزاينز، ما هم كاستمايز. وانت بتعملي كمان كاستمايز، يعني فيهم يبعثوا لك صوره الكاركتر. صح. وبتعملي للكاركتر مثل ما هو. يعني عندنا تو اوبشنز، اول اوبشن هي انه ناخذ اللي معمولين اوريدي، لعبه جاهزه، أو فينا كمان نعمل لعبه كاستمايز حسب الكاركتر، وهذا بيكون كادو كثير حلو للصغار وللكبار. يعني نحن البنات بننبسط، يعني قد ما تكبري بتضل اللعبه. صح. عندها رهفه لنا بننبسط فيها. اوكي، لكن هيدي قلتي لي اسمها انا صوفيا. صوفيا، هيدي صوفيا، هيدي وين الكاميرا؟ اوكي، هي صوفيا عملتها شوي شكل فارم جيرل، مبينه. عم شوف التفاصيل فيهم، يعني الفستان مع الساك مع العيون مع الوجه مع الحلق حتى والشعر. قد ايه بياخذوك وقت غنوة؟ تقريبا بياخذوا وقت 1 ويك، بس نحن دائما بنقول 2 ويكس لانه بيكون في اكثر من اوردر، وبدك تعطي وقت كمان لشركه الدليفري توصل. اكيد، بس انا عم بحكي كشغلك انت، يعني انت الشغل 7 دايز. 7 دايز في اشياء بتاخذ اكثر، اذا كان اذا اوقات الزبون بيطلب
لعبة الدرس طويل أو في تفاصيل أكثر فبتاخد أكثر وقت. أوكي، التفاصيل فيها كتير حلوين لأنه شغلة على كل تفصيل بتفصيله، يعني مش إنه بس الفستان، حتى الفستان فيه مثلاً هون شايفين التفاصيل الصغيرة، ملبستها شوز، حملتها ساك، حتى بالساك ورود لأنه فارمر، الوردة اللي على راسها، حتى لون العيون بتشتغلي عليهم، يعني حتى منلاحظ إنه عيونها زرق وعملتي لها خدود وحطتي لها حلق. هيدي صوفيا؟ صح صوفيا، هيدي الستاندرد دول اللي عندها إياها غنوة، اللي حدا كاستمايز هي للوصفة الأولى مايا أبو الحسن. مايا عم تشجع المشاريع الصغيرة. أوكي. وحكيتها كانت كتير سبورتيف صراحة، ودغري نزلت لي الستوري عندها وحكت عن شغلي وعني. أوكي. فحبيت أهديها هيدي اللعبة وهيدي عنيها وإلا ثانك يو أكيد لأنه عم تدعمي المشاريع الصغيرة، انه هذا اقل شيء فينا نعمله. واكيد كل حدا بيربح بتايتل وقادر أكيد. يكون عنده اكسبوجر قادر انه يساعد غيره، فنحن اكيد بنبسط ومستفيد. باميلا لك كمان في جيفت كتير حلوه، هلا بدي اقول لك ثانك يو لك وللام تي في كمان لانه دائما بتشجعوا اللبنانيه بكافه المجالات. هذا اقل شيء فينا نعمله. رح نتعرف على هيدا الكاستمايز دول. بدي اسالك، حاسه كمان غير انك شغلي هالقد على الديتيلز، يعني مثلا هون لبسه بانتالون والساك والتوب وحطيت لها الحلق، على فكرة الساك بينفتح كلهم بينفتح. اها اوكي، لكن ايه لك شو مهضوم الساك بينفتح، هلا قد ايه لانه ما رح افتحه، بس انه الساك بينفتح كمان. وكمان عم نلاحظ انك حتى تاج، بهذا التاج في ديت اوف بيرث يعني تاريخ الميلاد، وشو كمان بتحطي هيدي تفاصيل شهادة ميلاد. بدي اقول لك انه هيدي اللعبه قيمتها معنويه اكثر، واذا تحافظ عليها بشكل جيد ممكن تتورث من الام لبنتها. فحبيت ميزها اكثر، اعمل شيء عارف عنها. يعني بالشهاده موجود وزنها، طولها، اسمها، من شو مصنوعه، شو محشيه. دائما يمكن الزبون بيكون عنده حشريه يعرف من شو مكونات الدول. اكيد عم نشوف هلا عم يمرق معنا صور غنوة، عم نشوف الاشخاص صورتهم والدول، وعم نشوف كيف معمولين كاستمايز كثير حلوين. وهون بالصور عم يبين الفرق كيف كل وحده مختلفه عن الثانيه، ان كان طول شعرها او لونه او التياب، حتى الطول، يعني شغله على الطول، يعني اذا حدا طويل عملتي طويل، حدا قصير كمان بتقصريه. هون عامله معه بسينه مهضوم، حتى فيك تشتغلي على حيوانات. بس اكيد اوكي كل شيء بينشغل حلو، انه واحد كمان ينعمل البوبي تبعه مع البات اللي عنده اياه، للاشخاص اللي بحبوا الباتس اولهم انا اكيد. هيك هذا شو مهضومه حتى الشباب هلا بلشوا الشباب. هذا قطع معنا شاب. ايه هيدي بنت. ايه هيدي فور كانسر. وهيدا كمان هو كلهم كوستمايز اللي عم يقطعوا معنا. ايه مبينين هيدا كمان. هيدا صبي. شكله بحب سبايدر مان. ايه. وهيدا صبي. وهيدا صبي، يعني اليوم ما قدرت اكيد تجيبي لنا لانه مثل سبق وقلت انه بياخذوا وقت صح. تحضير، فكمان حصص الشباب. هيدا ذا ويك اند. هيدا ذا ويك اند. وهيدا دالي رسام. اوكي. سلفادور دالي رسام وبيكاسو، اكيد رح ياخذوا كثير رهجه اذا حطيتيهم بمعارض لانه فكره حلوه. وهيدا فان كثير حلوين. هيدا فريدا. فريدا. اكيد مع الحواجب وحلو الساكيت، اهم شيء يكون في الساك. على طول في شيء دايما بيجي تو اكسسوري مع البوبي. اوكي، في منهم مع حلق، في منهم بلا حلق، شعر كيرلي، شعر ليس، يعني فيك تشتغلي عليهم كلهم. في ثلاث انواع، في الكيرلي، في الويفي، وفي الستريت. اوكي، يا كان الويفي بيختلف عن الكيرلي حتى. ايه هيدا مايا ويفي. مايا ويفي، ايه معنا باستوديو مايا شعرتها ويفي. بس وقعت يمكن ال ما انا مشكلة. اوكي. هيدي مايا. سبق وقالت انه هيدي كاستمايزد. هيدا الويفي، هيدا للشعر الويفي، هولي حلقاتها وتيابها وحتى جسمها، ليكو شو حلو، يعني شغله على كل التفاصيل غنوه. هيدي اذا كنا عم نحكي على الكاستمايزد، وقلتي لي انه في هيدي هلا موجوده معنا الصوره اللي قطعت، هي ماي ديزاين الخضراء، هي كاستمايزد. عم بتحسي غنوه انه اللي عم بينطلبوا لاولاد صغار ولا البنات الكبار كمان عم ينبسطوا فيها اكثر؟ في من كل الاعمار. يعني الاكثريه بيطلبوا لاولادهم. في قطعت معي زبونه كثير مهضومه، قالت لي انا رح اجيبها لإلي لانه بنتي ما رح تفهم قيمتها، بس تكبر بعطيها اياها. مهضومه. فحتى الكبار بياخذوا. اكيد. في بياخذوا لامهم بيبعثوا لي صورتها، في لاولادهم، في حتى كمان ل
خيون لزوجة. ايه يعني فيكي حتى تعملي إيه؟ حتى فيكي كمان صح هيدي للكريسماس. ايه رح اعمل هلا جديد شيء كمان للكريسماس، يعني غمضي عين فتحي عين رح نلاقي حالنا حاطين السابان وبلشنا بجو كريسماس. قد ما الوقت عم بيقطع على السريع، فاكيد بكره بكريسماس حيجيك كثير طلبات، ومن هلا اكيد المشاهدين فيهم بلشوا ياخذوا افكار لمش اخر دقيقه نوصل شو بدنا نعمل. انا بدي اقول دائما للي بيحبوا الاشغال اليدويه يعطوا وقت للي عم يشتغل، لانه بس تنشغل الشغله بتأني بتطلع ارتب واحلى، وبيكون الشخص اللي عم يشتغل مرتاح بيطلع افضل ما عنده. اوكي، ما بقي لنا كثير وقت، رح افتح العلبه اللي جايبتي لي اياها، لانه اليوم غنوة حابه تعمل لنا شيء كادو، فرح افتحه هلا لنشوف شو عملت لغنوة. تنشوف من تحت. من تحت. اوكي، خليني اجرب افتحها، يا ريت فتحتها قبل. اوكي هيك. لك شو مهضومه هي. انا بالمفروض نقيت اوتفيت من الانستغرام باميلا، حبيت افتح الكيس. اذا في رح شيل النايلون سريع، عم خشخشكم شوي بس نقدر نشوف. وهيدي انا. ليكو شو مهضومه، ليكو شو حلوه، شعر ليس مثل شعراتي، واخذ صوره من انستغرام. في انا صوره منزلتها مزبوط، كنت لابسه هذا الاوتفيت. كثير مهضوم، وزيدت لي الساك. الساك هو الاكسسوري كثير حلوه غنوه، بدي اقول لك ثانك يو سو ماتش عن جد. يعني هديه بتبقى، وحتى كمان رح نوقفها هيك، وهيدي باميلا. فلا تاخذوا فكره كمان اكثر كيف بيكون مشغول وكيف بيكونوا الديتيلز. وحبيت انك عامله شعر اشقر وليس، انا على طول بحب الشعر الليس، وكيف شغلي على الاوتفيتس وعلى الديتيل. بس عم لاحظ شغله يا غنوه، لاحظت انه في عندك عيون محمولين من بلاستيك، في مثل اللي عملتي لي اياها معموله من قماش. صحيح. شو بيفرق؟ العيون البلاستيك شوي محدودين، لانه الالوان في ازرق فاتح، اخضر فاتح وبراون بني. فبالتطريز فينا ناخذ العيون، خاصه بالكستمايز في زباين بيطلبوا لون زيتي صح او عسلي، فبالتطريز فينا نعمل بدنا اياه، فينا ننقي الالوان اللي بدنا اياها. يعني العيون الالوان لعيونهم سبيسيال بتعمليهم قماش، والعوانات والعيون العاده بتعمليهم من البلاستيك. وفي ناس بيحبوا البلاستيك، وفي ناس لا بيقولوا لنا بدي تطريز، ما بدي. اوكي، ما بدي. بحس التطريز يمكن احلى لانه كلها مطرزه. فينا نشوف. اوكي، هيدي باميلا وهيدي باميلا. بتشوفوا انه في شبه صراحه، بس هي بتوقف. بس انا هون على الطاوله عندي شوي، مش تركزي لها شوي اكثر. ايه، بدي اوقفها على اجريها. وقفي. اوكي، مش حابة توقف، بس انه اخذنا الفكرة. في كمان عم فرجيكم العيون اللي كنت عم بحكي عنهم، انه في فرق فينا نعملهم قماش مثل ما عملت لي اياهم هون على لون عيوني، لانه ما لقيت البلاستيك. وفي عنا هول اللي على الثاني دول اللي بيجوا ديتيلز اكثر جاهزين، بيجوا بلاستيك. ف كثير حلوين، كثير مهضومين، وعن جد مثل ما قلت لك صغار وكبار بينبسطوا فيهم. ما مش انه حدا، انه بنت صغيره بتنبسط، البنت بوبي بوبي، بس وقتها تكبري ويجيكي هيك شيء بوبي بتنبسطي فيها اكثر، لانه عن جد هيك بتضلها ميموري حلوه. اكيد بتضلها ميموري، وبنحطها عنا. وحتى يعني عن جد عم بحكي عن الديتيلز، اذا بتشوفوا الديتيلز عن جد فيها كثير تفاصيل، يعني حتى الكوليه مشغوله عليه والشوز وكل شيء، يعني كثير حلوه. ثانك يو سو ماتش غنوة عن جد على هالجفت، كثير مهضومه. اكيد هذا رح تبقى عندي سوفينير، ومثل ما سبق وقلنا كمان انه بيبقى معها التاج بيتعلق اللي فيه كل التفاصيل تبع الدول تبع الشخص، كمان بينكتب كل شيء بدنا اياه. فاللي حابب انه يهدي هالهديه هلا او بعدين، وعلى فكره باكتوبر بيتحركوا الايدين. اها، ليكو كيف. صراحه انا حطيت الديت اللي هو تاريخ الميلاد كرمال تأرخي الوقت اللي اشتريتي فيه هيدي اللعبه. okay. بس الصغار كثير حبوها وصاروا يطلبوا العاب على مثل تاريخ عيد ميلادهم. في كثير اهل بيطلبوها على عيد ميلاد اولادهم، وبيطلبوا انه يكون نفس تاريخ ميلادهم. اكيد هلا شهر اكتوبر فيه كثير اعياد، وفي كثير اشخاص رح بدنا نعيدهم. بدي اقول لك غنوة ثانك يو كثير على وجودك معنا، وثانك يو على الهديه اللي كثير حلوه. لكل المشاهدين اللي عم بيتابعونا، اذا حبيتوا هالفكره المميزه اللي كثير حلوه للبنات وللصبيان، وقربوا كثير اعياد وكريسماس وكل شيء، ما في مناسبات، فيكم تهدوها. بتفوتوا على البيج ستيتش اندرسكور فورمولا، ستيتش اندرسكور فورمولا، بتتواصلوا مع غنوة، عطوها وقتها لتشتغلكم الدال الحلوة، وأكيد رح تنبسطوا كتير وقتها تلاقوها وصلت لعندكم. غنوة ميرسي كتير لإلك، هيدي كانت فقرة ميدن لبنان. مشاهدينا لليوم رح نروح فاصل ونكمل بباقي الفقرات.